Thomas et Tito. اوه يا تيتو، اوه يا تيتو. والانطلاقة من كاكا، ها هو هدف الريال. كاكا انطلق، رونالدو كوبها الجهة اليسرى، رونالدو وسطه، دخل رونالدو، توغل رونالدو، هيلا من رونالدو، اوه الهدف، اوه كريستيانو رونالدو يعدل النتيجة. قلت هدف الريال، جاء هدف الريال بعد الانطلاقة من كاكا. رونالدو يفك العقدة ويعدل النتيجة ويسجل هدفه الخامس مع الريال هذا الموسم. كريستيانو رونالدو، هل هو المنقذ للريال؟ هل هو المنقذ للريال؟ التمريرة باليمنى والتسديدة باليسرى من رونالدو، كانت من كاكا، وهدف التعادل الذي أخطأ هو بندورا، والذي سجل هو كريستيانو رونالدو، هدف لهدف بين الريال ورايو فاليكانو. حتى الريال أن تسجل